كعادته في عمله، جعل عم أحمد من هذه المستثمرة مصدر رزق لكثير من شباب بلدته، إذ تعد هذه المعصرة الوحيدة في هذه المنطقة الحدودية التي تنتج أجود أنواع زيت الزيتون باعتراف مخابر دولية، لكن مشكلة التسويق يؤرق المنتجين. إن المعصرة تاعنا تقدم في خدمات للفلاحين، أي باستطاعة 400,000 أنطار في الموسم إن شاء الله 4 أشهر، حوالي 400,000 لترة إلى 500,000 لترة. نعانوا من مشكلة واحدة بركة، مشكلة التسويق. الفلاح يجيك لهنا ياتلك 1000 ولا 2000 لترة زيت، يقول لك ما عندي وين نديه. المعصرة راهي جت في منطقة حدودية بالضبط، كنا في 3 ولا 4 خدامة، الوقت الحاضر راني في 10 خدامة. كانت الزيتون كل ناقص شوية، بصح العام اللي فات والعام الحاضر راني نخدموا ليل ونهار. لأن نهار وما لحقناش على الخدمة، جينا من واحد 4 ولا 5 ولايات الجوية هذه. فتحت كذلك فرص تشغيل للشباب بالمنطقة، وكذلك راح تكون مستقبلا للفلاحين، كادت باش يوسعوا من زراعة الزيتون بالولاية على غرار الوحدات الأخرى. توفير استثمارات زراعية ناجحة ودعمها بمشاريع تتناسب والخصوصية الجغرافية والمناخية للمنطقة حتما سيكون له تأثير إيجابي على بعث التنمية بالمناطق الحدودية.